حلقة اليوم من كوادريجا، الأزمة الكورية أكثر من مجرد استعراض للقوة؟ أثارت التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخرا وما تبعها من تشديد للعقوبات عليها مزيدا من التوتر في علاقتها مع جارتها الجنوبية. الحرب الكلامية ليست شيئا جديدا في شبه الجزيرة الكورية، إلا أن تهديدات بيونغ يانغ الأخيرة بشن هجمات صاروخية محتملة ضد الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية دفعت الولايات المتحدة إلى تعزيز تواجدها العسكري في المنطقة. ويبذل حاليا دبلوماسيون ووزراء من جميع الأطراف جهود وساطة مكثفة للحيلولة دون خروج الوضع عن الصدر.